أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس ويندوز 10. في هذه المحاضرة راح نتعلم على مهارة ممكن تنفعنا في العمل على نظام ويندوز. طبعا هذه المهارة هي كيفية عمل مجلد خارق لا يمكن حذفه، لا يمكن تعديله، لا يمكن نقله، لا يمكن اختصاصه، ولا يمكن وضع أي شيء بداخله، ولا يمكن استخراج أي شيء من داخله. طيب شنو استفاد من هذه الخطوة؟ طبعا ممكن أنا عندي ملفات مهمة ما أريد أحذفهن سواء بالخطأ أو سواء أحد يحذفهن، فبإمكاني أسوي هذا المجلد وأضع هذه الملفات بداخله، ومن ثم أحوله إلى مجلد خارق بحيث ما حد يقدر يتعامل وياه وطبعا يحذفه، حتى نقدر نحافظ على المعلومات والبيانات اللي بداخله. مثلا راح أجي هنا إلى New Folder، وطبعا راح أسمي هذا الفولدر مثلا بهاء، راح اختار في الصورة مثلا عندي هذه الصورتين بداخل هذا المجلد. طيب الآن راح أحوله إلى مجلد خارق من خلال أضغط عليه كليك أيمن Properties، وطبعا أجي إلى Security، عندي هنا مجموعة من المستخدمين، أضغط على أول واحد Edit، أضغط على أول شيء اللي هو Dani، ومن ثم ثاني خيار أيضا أضغط على هذا الخيار Dani، ثالث خيار ومن ثم دني، بعدين أجي إلى Apply Yes OK ومن ثم OK. إذا لاحظ هذا المجلد عندما أجي أريد أحذفه راح يعطيني عاز وما ينحذف، يعني قد ما أحاول بي ما راح ينحذف. طيب أجي أريد أغير المعلومات اللي بداخله أو أغير اسمه مثلا أي اسم آخر، راح يعطيني Continue ولا يمكن حذفه. طيب أجي أفتح هذا المجلد ما ينفتح، بالتالي راح أقدر أحافظ على هذا المجلد. طيب هذا المجلد كيف أفتحه وكيف أتعامل وياه بكل سهولة مثل ما كان قبل؟ أجي أضغط عليه كليك أيمن Properties Security، أرجع مرة ثانية على ذن الخيارات الثلاثة، أجي إلى أول واحد Edit وأضغط على Remove، ثاني جزء أضغط على Remove، ثالث جزء أضغط على Remove، بعدها Apply OK ومن ثم OK. إذا أجي هنا أنا أفتح هذا المجلد راح أقدر أحذف اللي بداخله وتعامل وياه بسهولة، وأيضا أقدر أعدل اسمه أصبح مجلد عادي، وطبعا أقدر أحذفه بكل بساطة. طبعا هذه الخطوة مهمة ممكن تنفعكم كمستخدمين ويندوز في حال لو احتاجتوا هذه الخطوة في يوم ما. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومهمة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.